السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد كباكة من قناة كباكة تي في. طفلة المنصورة المقتولة. طبعا كان في 3 بنات بيلعبوا مع بعض، بيقولوا بيلعبوا عريس وعروسة، معرفش ازاي يعني، بس ما علينا، أطفال بقى وكده. فيا عيني البنتين هما بيلعبوا، البنتين اخوات، ضربوا بنت تانية ووقعت ماتت. فأم البنتين دي لما شافت كده ربطت البت اللي هي مش بنتها، اللي هي اتقتلت، اللي بناتها الاثنين الطفلتين قتلوهم وحطيتها في شقاره ورمتها فين؟ على السلم. بسم الله ما شاء الله، يعني ذكاء. فربنا صبر اهل الطفله المقتوله. العيال قالت احنا كنا بنلعب وهي وقعت ماتت، وام الطفلتين قالت انا خفت على بناتي. فما نعرفش لسه النيابه هتقول ايه او لسه الاحكام ايه. فشغل الجرس واشترك في القناة ودوس لايك عشان لما يحصل أحداث جديدة أو يحصل حدث جديد هنطلع نقول، فتعرف. ولينا رأيك في الكومنتات تحت. خلي بالكم من عيالكم، وخلي بالكم عيالكم بتلعب مع مين. خلاصة كده، عايزين تفاعل. أيوة، ما تنساش تدينا لايك شير سبسكرايب شغل الجرس كل خبر جديد. أول سلام.